ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذا وافقت الحق فأنت الجماعة. الإمام أحمد رحمه الله هو الوحيد الذي صبر في فتنة خلق القرآن، وأوذي وضرب وسجن رحمه الله، ومع هذا زالت الغمة فأصبح وصف الإمامة لاصقا به، يعني يندر أن يتحدث شخص فيذكر اسمه مجردا فيقول أحمد بن حنبل، بينما الأئمة الآخرون أحيانا يذكرون من غير ما يوصفون بالإمامة مع أنهم على خير. لكن أقول إن المسلم والعالم سيمتحن، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إذا امتحنت فاصبر واسأل ربك أن يصبرك، خصوصا إذا كان المسلم بين أمرين كما جاء في الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. تجد من يخالفك من أهل الأهواء، وتجد من يخذلك ممن هو في ظاهره على الحق أو أنه على الحق لكنه يصبر. المسلم عليه أن يصدع بالحق. الإمامة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر وباليقين، تتحمل ما يأتيك وتوقن بأن الله معك وأنه ناصرك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شيخ الإسلام رحمه الله من يقرأ المحن التي ألمت به، حتى إن من بين الأشاعرة في زمنه وحاربوه محاربة كبرى، كانت كتبهم منتشرة آنذاك، سبحان الله، يعني سوق لها حتى بلغت الآفاق، بينما كتبه رحمه الله منبوذة، بل إنه قد قيل فيه إنه يزعم أنه على الكتاب والسنة وهو يخالف ما عليه أئمة المسلمين، فسجن رحمه الله. ولما ناصره تلميذه وأخذ ببعض آرائه ابن القيم في بعض المسائل التي نقم فيها على شيخ الإسلام رحمه الله، سجن معه وعودي. ومع ذلك أين كتب أولئك الأشاعرة وأين علمهم؟ اندثرت. وأين علمه الذي اختفى في وقته؟ ظهر. هذا يعطيك راحة واطمئنان، لكن الموفق من وفقه الله. الامتحان هذا الابتلاء أن يكون الناس ضدك حتى من القريب، حتى ممن هو على الخير ويحسب على الخير، هذه محنة. وأيضا لما يساوم على ما أنت عليه من الحق بحيث تنال منصبا أو تنال مالا، وقد تكون في حالة فقر وحاجة. وذلك يذكر ابن القيم رحمه الله ما كان فيه شيخه من الحاجة والفقر، أحيانا ما يجد شيئا، ومع هذا مضت السنوات. هذا توفيق من الله عز وجل. الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. لا أحد يظن الأمر يسير، لكن الإنسان يسأل ربه أنه يجري الحق على لسانه وأن يثبته عليه. كونك في حاجة وفي فقر وتمتحن بزخارف الدنيا وتعادى من قبل أناس من أهل العلم ويضيق عليك حتى في السجن، تسجن ويضيق عليك في السجن، فتمنع منك الكتب وتمنع منك الأقلام، ماذا بعد هذا؟ صبر. لكن واحد منا في هذا الزمن لو تأتي كلمة من شخص تقول كأن جبل وقع على رأسه، اصبر. قد أوذي من قبلك من الأنبياء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أعظم أن يقال والله أنت مجنون أو أنت ساحر أو كاهن أو أتيتنا بأساطير الأولين. هذه سنة الله عز وجل. لما؟ لأن السعادة والراحة ما هي في الحصول على متع الدنيا. يعني يمكن يتحصل إنسان على متع الدنيا عن طريق العلم الشرعي، ما أسهل من ذلك، لكن هو في محنة وابتلاء من الله عز وجل، لأنه يرى الدنيا أمامه مفتوحة بكلمة واحدة أو بتصرف واحد، إذا بحاله تنقلب من فقر إلى غنى، بل إلى يمكن إلى ثراء، ولكن على حساب الدين. فأنت بين أمرين، إما نعمة الدنيا أو نعمة الآخرة. قد يجمع الله عز وجل الإنسان أنه يكون عالما ولا يمتحن فيحصل على خير الدنيا والآخرة، وهذا فضل الله عز وجل. بل يعادى شيخ الإسلام رحمه الله من شخص يقال له قاضي القضاة، ما بعد هذا الشيء، قاضي القضاة الإخنائي، ويخالف في أمر عقدي، في أمر عقيدة، يعني في زيارة قبور، شد الرحال لزيارة القبور، ويتهم شيخ الإسلام بالجهل وبالهوى. العجب أن يكون في السجن رحمه الله كما قال تلميذه ابن القيم، يقول: وكنا إذا اشتدت بنا المخاوف وساءت منا الظنون أتيناه في السجن.
فما هو إلا يحدثنا ونحدثه حتى يذهب عنا ذلك كله، يعني هو الذي يخفف على الزوار. هذه نعمة من الله عز وجل، هذا موفق من وفقه الله. والله الإنسان لو ترك إلى حوله وإلى قوته والله إنه ضعيف، لكن إن وفقت إلى هذا فاعلم بأنه منحة ومنة من الله عز وجل، ما هي بحولك ولا بقوتك. صحيح الإنسان لو وكل حوله إلى قوته أو حتى إلى رغبة النفس، النفس ترغب، ترغب المال، ترغب الجاه، ترغب المنصب، ترغب المدح، ترغب ألا تخالف في تلك الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة، ما كانت إلا لأهميتها، إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا شك أن هذا من العبادة أن تمتحن فتصبر، بل ما هو صبر، تصل إلى الرضا والراحة والسعادة، ما بعد هذه نعمة، هذه أعظم النعم.